لم تنتهي فصول رحلة المركبة الفضائية روزيتا والمسبار فيلي، فقد تمكنت المركبة الأم من العثور على المسبار المختفي منذ نحو عام بعد هبوطه التاريخي على سطح المذنب تشوري. كاميرا المركبة تمكنت من التقاط صورة للمسبار محشوراً في سطع مظلم على المذنب، حرمه من النور وتسبب بنفاد طاقته وانقطاع تواصله مع المركبة الأم. لقد كثفنا البحث في الأشهر الستة الماضية لكننا لم نعثر على شيء، قال رئيس بعثة وكالة الفضاء الأوروبية. الآن وعلى حين غرة ظهرت صورة لفيلي، صورة جميلة وواضحة التقطت من على بعد نحو كيلومترين من المذنب. إنها هدية رائعة قبل ساعات من عيد ميلادي. العلماء أكدوا أن هذا العثور السعيد على المسبار فيل لن يغير من مستقبله لأن مهمته انتهت. 12 من نوفمبر في العام 2014 يبقى يوما تاريخيا، إذ حط المسبار على سطح المذنب في محاولة لفهم تطور النظام الشمسي.